الشيخ وحين لدى يردني مانتا وها هذا الشيء لدى هي سعدية صلاة وأه قدومي كحيرين كبرلمان كصوماليا وحين كهذا الشيء جنسيكا إيو كفسيكا المهم وحين لدى سؤال شو وحين لدى هي الشريعة المحيطة قبطة كفسيكا جنسيكا الشريعة إنه هي الدين تنور تودين دمشترن ما دمنا اليوم أكملت لكم دينكم واتين دمشترن هذا دمشترن تهينا وحاكو دمشترن وحكستو بني آدم كوباهي وحكستو إما دحل كيسين وكوشرا هدي يورد مسلمة دالة كفصدو وحوكلو كفصدو وحي لغا سمين لها هي عقوبة دي دين تيكو تالا ان ادي دبا تكلته الروح سميهو عقابتي سي دينته كو تعالى قران كي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحبا كمين تغين روح هذو مسلم يهينا اسلام لماذا وحا اصل كا روح مركو توحيد سدو ان او اوغلاادو وخي الهي حقيسا كسو دغاي اي و خو نبي جيده صلى الله عليه وسلم هذا الشهادة نيو لكن وحي إلهي سودكي أوصل أو قولين وحي النبي محمد لي مذي شرعك يسير أوصل أو قولين الشهادة رحوه ترميسو صلاة رحوه ترميسو دين ويقان رحوه ترميسو أصل كإسلام كوحويان الاستسلام لله هنا إلهي أهو قان سنتو شرعك يسير إسو ديبت ما أفك وحل غيره هذا هي كلمات أفك لغا أخرية ما اسلام هو دين قلب غنا غشا عرب كان لغا دواقو حبنهنا فليان ضدوا قاتمك يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ذاتك مؤمنين تهايو ايدينكو ايديل اسلام ودينتا ودا غلا مشيت وخ لي داهدو نولو شيده قيبنا وا اسلام قيبنا بنانك اسلاميده كجوكتا الهي وا ديدي ودخلوا في السلم كافة دين تعلمشتراً ودقاتا هذه كلمة واحد شيئاً يسبب بنغني توا قضو مبدأ أساسي وقضو كلمات هذا كفصي دعوه شريعة أنه واحد يكون حل سيء وفي رصده وقبرنا الله خصده أيضو الدم بملها أيضو هي دم ملها بل حقوق بيالنا نينك كفصدي صدح ميت بالله مرنا هذو هب أقاتي أو جبرنا حكم قصدي أو هب استعمالي حكم كيسو سيد علماء قارقود قبا وإن للدلو هذي أصلا هب أقاتنا وكوكف صننا هذو نين حاس فرجور سدية هينا وإن رجح لجدلو هذو هواي هرا أصلا صامرين وجور هرا صامرين إنت مسلمين تلسوهر استاتشي وبقول شيء ضل إن لجود فتواه حبسنا ولي بالله قدره يا قبط صدا دينتي انا قبط سو حقوق ادق حقوق ادق ما او دبركي يا غبدي يا شرفتودي الى لين لهيد ما قبدهن مخي وتان مر قبدهن وياهن شقشقدود بدتي اي غالده او شقينيا اي كنتراد سو قاتاي اي وخوغا دقالها بسليسنيا وقال مقالة أبي بسلي سنة قبل هذا سمحي ربان برنامج كان لقوليه هاي كفسي بالغها اللي ها كفسي ماها وشرع اللي ده هذا شرع جنسي أو دمشتران واحد أخرية هذا السؤالي تقالنا شرع جنسي وشرع دمشتران وحلقه سو من قوريي ودمه ده قال هذا وحونا حلالين ايها إن الرقو اسكورسان كران wuxuu banaynayaa in dumar ku ay reer ahaan isula degi karaan oo iskuursan karaan wuxuu banaynayaa ninka iyo xaaskiisu haday isku dhacaan oo igtiraahdo uu i kufsaday in ninka la maxkamadeeyo oo la ciqaabi waan arinta Yurub ku burburtay waay wuxuu jideynayaa akhlaaq xumo oo dhab u jideynayaa barnaamijkan la idin leeyahay muxuu ahaay gabdhaha kufsigooda la la dagaalamaya
waxa lagu wataa lagu marsiisnay mashruuc weyn oo ballaaran oo la doonayo inta soo qarni oo soo socoto umada akhlaaqdeeda lagu burburiyo gabdhahan qeylqeeliyaya iyo dumarkana ee marna isqaawinaya marna umada la soo hirstaagaya marna hanjabahayo oo muxuu ahay marna aflagaadada wadaahay wax kala ma wadaan barnaamijkaas ay rabaan in ay marsiiyaan ujeedadu intaas waay in jidada hadaad fahanto marka waxaad ku garan kartaan marka la yidhaahdo war ninka gabadha kufsaday boqol jeedo ha lagu dhufto waxay leeyihin maya yaa xuquuqdii bini aadam meel kaga dhex inuu ha jeedlina tayib kan gabadha kufsaday aan dillo qoorta aan ka jarro maya xuquuq bini aadam way ha dilina tayib wayha dhagaxa lagu dilo horey buu guursado siin uu galee maya dhagax bini aadam laguma dilo dhagaxa ku dilina waa gabadhii shalay minbarka la taagnay xuquuqda gabdhaha ha la ilaaliyo baa maanta waxay leedahay dhanka kale intay ka soo wareegto xuquuq bini aadam weeye ninkii gabadha kufsaday yaa dhibkaa loo geysanin oo maxaan ku samaynaa sharciga ay wataan waxa ku yaalla ma taqaanaa sharciga ay wataan waxaa ku yaalla ninkii kufsi sameeya intay 10 sano miyaa u badan tahay miyaa mise 5 sano u yartahay 25 sanana u badan tahay ha la xidho kadibna ha la sii daayo ilaahay baan idinku dhaariyey ma xukunka shareecada wax soo afjaraya mise xeerkan gaalada ay ka keeneen baa soo afjaray bal isweydiiya keebaa adagoo arrinta soo afjaray kii shareecada marka ma rabaan kan aan waxba daaweynaynin bay rabaan laanna xoolaa lagu soo qaatay wax kale maaha mid kalena waa idin sheegaya xeerkani wadamada uu ka jiro Maraykanka iyo reer galbeedka kufsigu miyuu ka dhammaaday aawi dadkii ka yimid yurub iyo maraykanka iyo meesha ugu kufsi badan adduunka waa maraykan iyo yurub waay maaldood waxaan akrinay ribood sheegaya ciidamada maraykanka keliya waa ciidamada maraykanka ciidamada maraykanka keliya 1 sano waxaa la kufsaday 60,000 oo dumara la kufsaday waa hal hay-ad oo maraykanka ka mid ah taqriiban halkii daqiiqaba maraykanka kufsi baa ka dhacay halkii daqiiqaba dumar baa la kufsadaa iska daa faransiiska iska daa muxuu ahay jarmalka iska daa yurub sharcigan ay gabdhuhu la ordayaan ee la muxuu ahay la qadqadhayaan dhulkii uu ka yimid buu wax ka qaban waayey oo kufsigii joojin waaye walaalayaalow bal isweydiiya maxay gabdhahan kadaata waalay oo wareeriyey marna isqaawinahayo marna jaqjaqda ku hayo caytamahayo aflagaadada iyo hanjabaadda wadaa maxay wadaan ma inaga inoo danaynaya ma dalkay u danaynayaan ma dadkay u danaynayaan ma dumar bay u danaynayaan ma idinkaa dirsaday yaa war ma idinkaa dirsaday hadda idinka idin matalayaa nama matashaan dhaha yaa meesha waxay la taagan yihiin mashruuca gaalada u marsiisanayaan mashruuc yacni waa xuquuqdii dumarka aad u taagannahay hal su'aala weydiiya dumarka idin dirsaday eed xuquuqdooda u taagantihiin waa kuwee yaa gabdhaha muslimaadka waxaa ma ogola qoys muslimana ma ogola hooyo muslimana wiilkeeda inuu wiil guursado ma ogola gabadheeda inay gabadh guursato ma ogola wax laga yaqyaqsado waaye qashin waaye wax noocaas oo kaleetaa baad nagu matashaan oo adeer muxuu ay looga dhegaysaan idin ma matalaa waxaasi marka waxa weeye waa mashruuc socda waa mashruuc la doonayo in la hirgeliyo laakiin waxaan ku kalsoonahay ilaahay fadligii ummadda soomaaliyeed maanta way baraarugsan tahay aqoon ku filanna way leedahay wayna baraarugsan tahay gabdho noocaas oo kale oo jaahilaada waxba kala garanaynin oo gaala soo adeegsatay inay mashruucna mariyaanna maanta waynu muxuu ahay ka baraarugsanna waxa ay wataanna biidnillaahi tabaaraka watacaala ma socon doono boqol gaal iyo dhaqaalahooda hadday isticmaalaan shalayna way socon weydo baarlamaanka diiday maantana socon maayo biidnillaahi tabaaraka watacaala waan soo dhaafnay marxaladii gaalo intay dhaqaale yar afka noo mariso nala marsiin lahaa wax dhaqanka annaga iyo diintanadi akhlaaqdanada burburinaya soomaalidu maanta alxamdulillah way soo dhaaftay waxa maanta u taagan oo radinaya waa dumar ay lahaayeen waan matalaynaa waxa radinaya waa aqoonyahankii waxa radinaya waa muxuu ahay suugaantii iyo raggii gebi jiray
علماء كليا ما وح أتاعني أمضي صوماليا دواء بإذن الله تبارك وتعالى أيقو خسارة بك نقاق دونان هوشا سين الصحون ما يسول لك وحان الله يهي سوى تشير هوشا هلوغو هرتوغو سوشال ميديا هدات كهال ليسان استعمالا وبعد الكاردية وكهرتغا وسوى الولد دقالما وهوشا سين وحوي وحمل الصحوتين يين الصحون إن شاء الله صحون ما يسول بإذن الله تبارك وتعالى جزاكم الله خير.